أي كعكة حتى ألذ كعكة يمكن أن تفسد إذا استخدمتم الديكور الخاطئ. كل هذا لأن التفاصيل مهمة جدا. دعونا نتأكد من ذلك معا. ما أجمل هذه الكعكات! أنا مستعدة لاختيار الزينة الخاصة بي. واو، ديدان صمغية سكرية روعة. ميلا انظري فقط كم يوجد. الآن حان دورك لتدوير العجلة. أخشى أن أحصل على شيء أقل طعما. كنت أعلم، الديدان الحقيقية مثيرة للاشمئزاز. مقرفة، كم هي فظيعة. لا أستطيع حتى أن أضعها على كعكتي. عليك القيام بذلك سواء أعجبك أم لا. هيا سأغمض عيني حتى لا أراها. يا أمي إنهم يتحركون، هذا أمر فظيع. لكن لماذا قليل جدا؟ عليك أن تضعي كل شيء. لم أعتقد أنك قاسية جدا يا كيت، اعتبرتك صديقتي. نعم هذا ليس أفضل مشهد، لكنه ليس خطأي، هذه هي القواعد. لا أريد أن أضعها في فمي. تتحرك الديدان، بالتأكيد لا أستطيع النجاة من هذا. مقزز. أوه، أنا بحاجة لأكل هذه الكعكة بدون زينة. لا يزال مقرف، أنا غارقة في طعم الديدان. أوه، هناك شيئا يزحف على وجهي. لا، إنه ديدان مرة أخرى. كم هذا مخيف، لقد تمكنوا من الزحف على شعري. متى سينتهي كل هذا؟ هل يمكنك أن تكوني أكثر حذراً؟ طارت دودة أمامي. من الجيد أنك أكلت كل شيء، بقي الديدان السكرية فقط. لا يوجد زينة أفضل. أنا متأكدة أنهم سوف يزينون كعكتي ويجعلونها أفضل وألذ. انظري كم هذا جميل، هل ترغبي في التجريب؟ يبدو رائعا فعلا. كم هو لذيذ، ليس لديك فكرة. أنا جاهزة لأكل هذه الكعكة دفعة واحدة، لا يوجد مزيج أفضل. كيت، هل يمكنك أن تعطيني قطعة واحدة على الأقل؟ بالطبع لا، لا تتأملي حتى. لم أتوقع أي إجابة أخرى. حسنا لا مشكلة، سأعلمك درسا يا صديقتي. ما هذا الهجوم؟ يمكنني الدفاع عن كعكتي؟ دعينا نرى من هو الأقوى، سوف أحمي نفسي. أنت دافعي وأنا سأهاجم. هذه ضربة؟ أوه، أنت جيدة. من أجل كعكتي أنا مستعدة لفعل أي شيء. لقد خسرت، لن أتمكن من تذوق الكعكة. سوف أتذكر هذا لك، لكن لدي خطة جديدة. ماذا تفعلي يا ميلا؟ دعيني أذهب. الكعكة كلها لك الآن. ممتاز، أنت متسخة. أنا مستعدة لتدوير العجلة مرة أخرى. أنا في مهب الريح الآن، يا لها من ريح قوية. أو لا، مستحيل، هذا فلفل حار. أخيرا حصلت على شيء سيء وليس على لذاذة. دعونا نرى كيف ستتعاملي معها. أنا متأكدة أنني محظوظة هذه المرة. لديك عين سكرية، ليس عادلا. وماذا في ذلك؟ كل شيء عادل، هكذا تقرر القدر. انظري كم تبدو هذه العيون السكرية على كعكتي. يا إلهي، أفضل مزيج من النكهات. سوف أتذكر هذه الكعكة للأبد. أريد أن أجربها أيضا. ماذا؟ لا، أنت لم تشاركي معي ولن أشارك معك. مجنونة، كنت أن تؤذيني. لكنك الآن بالتأكيد لن تتعدي على كعكتي. ولماذا أحتاج إلى هذه الشوكة؟ سوف آكل بيدي، مذاقها أفضل. وإلى جانب ذلك يمكنني وضع الكثير في فمي مرة واحدة. أتخيل كم هذا لذيذ. ليست كعكة بل حلم جميل. أنت على حق، لكن هناك عيبا واحدا فقط، لقد انتهوا بسرعة. لم يتبقى سوى هذه العين، سأرميها وألتقطها في فمي. أوه لا، لقد فقدتها. لا أفهم كيف حدث ذلك. هدية القدر الحقيقية، تمكنت من تجربتها. الآن كلي كعكة الفلفل الحار الخاصة بك. شكرا على تذكيري. حسنا، لنبدأ بالزينة أولا. اتضح أنه جيد. انظري إلى هذه الألوان الجميلة. الآن دعينا نتعرف على مذاق الكعكة. يمكن الاستغناء عنها، يبدو أنه يجب علي ذلك. يجب أن أجرب. أشعر بالفعل بالحرارة. أنا لا أحب الفلفل الحار. لماذا قليل جداً؟ خذي عدة قطع مرة واحدة. سترين، لن يأتي منه شيئاً جيداً. لا تحاولي أن أشفق عليك، ستأكلي حتى النهاية. انتهيت، أتمنى أن تكوني سعيدة.
أو لا، إنه يبدأ. أنا على وشك إشعال حريق. يا أمي أنا مشتعلة. يبدو أنني بلغت في الأمر. ما كان يجب أن أجعلها تأكل كل الفلفل. انتظري يا كيت، سأسكب الماء عليك. كم هذا جيد، شكرا. حان دوري لتدوير العجلة أولا. واو صبار، لكنه شائك جدا. كيف سآكله؟ انتظري لحظة، في رأيي هناك خطأ. لقد توقفت العجلة على البطاطس. حسنا حسنا، لا غش. هذا صحيح، لا تخدعينني حاليا. أنا أقوم بتدوير العجلة. يخبرني حتي أنني سأحصل على شيء لذيذ. العلكة لم تخذلني. واو، العديد من الأصناف. هل يمكنك أن تعطيني واحدة منهم على الأقل؟ حسنا لا، أريد أن أجرب كل شيء بنفسي. أعتقد إذا قمت بدمج الألوان سيصبح كل شيء جميل ومشرق. يا إلهي، رائحتها شهية. بالكاد أستطيع كبح نفسي عن أكلها. اتضح أنها رائعة جدا. أود الحصول على هذه الكعكة. ليس من الضروري استخدام كل العلكة للزينة. يمكن أن أكل بهذه الطريقة. أنت على حق. انظري، لدي قلب. واو لطيف. أعتقد أنه سيكمل الرسم بالكامل بشكل مثالي. هذا عبقري، أنت مصممة ديكور رائعة. شكرا لك. أخيرا حانت اللحظة الأهم، يمكنني تجريب ما حصلت عليه. ليس لدي شك في أنه لذيذ للغاية. نعم، أنت على حق 100%. لن أتوقف حتى آكل كل شيء. كيت، أنت قذرة ومتسخة. أين الإتيكيت؟ أعترفي بذلك، أنت فقط تغارين مني. لقد نسيت تماما أن العلكة يمكن أن أنفخ بها فقاعات. ربما عليك التوقف الآن. هذه الفقاعات تخيفني، إنها كبيرة جدا. حسنا، هذا كل شيء. لابد لي من وضع حدا لها. آسفة. ماذا فعلت يا ميلا؟ بسببك أنا كل بهذه العلكة. محرج. لكن هذا خطأك، لقد طلبت منك التوقف. يا له من صبار شائك، لا أستطيع أكله. هيا، إنها مشكلتك. لدي فكرة، سأحاول أن أجعلها تنبض بالحياة. أخشى أن هذا المقص لن يصلح، أنا بحاجة لشيء أصغر. هذا أيضا كبير، لكن هذا المقص مناسب تماما. حان الوقت لقص شعر هذا الصبار. من الواضح أن هذه الأشواك لا تناسبه. ما هذه الخطة؟ متألقة؟ شكرا لك. آمل الآن أن أتمكن من أكل كعكة الصبار الخاصة بي دون أي أذى. لكن هذا يدوم لفترة طويلة، أنا بالفعل أغفو. استيقظي. كيف تجرؤي؟ لقد ألمتيني. بدلا من ذلك زيني الكعكة وتناوليها الآن. لقد توصلت إلى فكرة، أحتاج إلى فرك الصبار الخاص بي على مبشرة، ثم سيكون أكثر ملائمة لاستخدامه للزينة. انظري، الآن الطبقة متساوية. لقد قمت بعمل رائع. سعيدة من أجلك، حان وقت التذوق. الصبار مرير بعض الشيء، لكنه ليس سيئا بشكل عام. هذا عظيم. كما ترون، حتى أصغر التفاصيل يمكن أن تحدث فرقا كبيرا. كونوا منتبهين للأشياء الصغيرة، وبعد ذلك سينجح كل شيء. إلى اللقاء.